السلام عليكم. كما الناس الكل شفت خبر الحكم الغيابي في حقي على مواقع التواصل الاجتماعي، والحقيقة ما تفاجأتش. باش تلفق قضية في شخصي ساهل برشا، قول فما فلوس في الحكاية وهكاك التلفيق يولي منطقي والرأي العام ينجم يصدقها. خاطر حبيت نمارس حقي كتونسي ونترشح للانتخابات الرئاسية، جاتهم الفرصة في طبق، وخاصة وأنه من 2021 في سبر الآراء وأنا الثاني في ترتيب الانتخابات الرئاسية، وهذا السياسيين الكل يعرفوه. مشاو شدوا عباد متطوعين معايا وفكوا لهم التسكيات، وباش يكون عملهم مبرر قالوا يعطيوه في الفلوس، وهذا من غير حتى دليل. وهكا نجموا نعملوا قضية باهية الكريم ونحكموا عليه غيابي وخلي عايش البر، المهم ما عادش يروح لبلاده نرتاحوا منه وما عادش يترشح مدى الحياة. وهكا يبانوا هما الشرفاء نظاف، يحاربوا في الفساد ويخدموا في حملتهم الانتخابية بالظلم، بما أنهم كالعادة ما عندهم حتى برنامج للبلاد. أنا ما عنديش مشكلة، لفقوا وحموا كما تحبوا، الشيء هذا ما ينقص مني حتى شيء. الحمد لله نجحت في حياتي وفي أعمالي، وكل يوم قاعد نقدم ونطور من روحي. أما تظلموا نساء ورجال زواولة بصغارهم وتحطوهم في الحبس، ظلم وباطل، باش انتوما تقعدوا في السلطة، هذا حرام عليكم وربي ما قالش به. مرحبا بكم في المحاكمات الرئاسية مش الانتخابات الرئاسية، والسلام عليكم.